اوباميانج في منطقه الهجوم الحقيقه، ولما حطه ناحيه اليمين كمهاجم بس متاخر جدا، في بعض الاوقات كان بيدافع ناحيه اليمين كانه بالظبط باك يمين يعني، وبيأدي بشكل جيد جدا. لما رجع مادندا في نص الملعب، لما خرج دخل فريدريك بول في نص الملعب رغم ان هو بيلعب مدافع، ونازل مكانه كانجا. الحقيقه نازل كانجا في منطقه الدفاع. اعتقد ان التغيير في اماكن اللاعبين راجع لحاجتين: ثقه المدرب في امكانيات اللاعبين، وثقه اللاعبين في امكانياتهم ان هم يقدروا يؤدوا اي كان فين يعني. فالرغبه اعتقد رغبه قويه جدا عند لاعبي الكونغو في لاعبي الجابون في الوصول. ثقه بالنفس، اذا احتفاظ بالكره، انتظار التمويه ثم اسكان الكره في الزاويه البعيده على الحارس. اذا هذا هو اوباميانغ. بينما الهدف الثاني ايضا اعتبر كثير، الهدف الثاني لانه مصنوع، نتمنى ان نشاهده مره اخرى في اعاده افاده، قتل المباراه وايضا اهدى 3 نقاط بقوه. ولم ياتي هكذا صدفه الهدف لانه تكررت المحاولات، لانه هدف مصنوع محضر. نعم. يعني بناء من الخلف، بناء من الخلف، يعني لمسة واحدة اثنين، طلب كرة، تحرك، لأن اللي صنع كل هذه اللقطة هي تحرك اللاعبين ورغبة اللاعبين في إعطاء الكرة للزميل في أحسن ظروف. ولهذا تشوف تحركات بدأت من وسط الميدان، واحدة اثنين، ارتكاز على اللاعب في الهجوم، رجع الكرة، حرية اللاعبين على اليسرى على الجهة اليمنى. يعني حتى ولو في التوزيعات تشوف عدد اللاعبين الموجودين في منطقة الجزاء، يعني أربع مهاجمين على 6 مدافعين. نعم. يعني تقدر تقول اللقطة الكاملة 100% من أحسن اللقطات. كابتن الهدف مثل ما قلنا مر وغام، من اوصل الكره الدقه، ومن انهى الهجمه، ومن تحلى باللمسه الكلينيكيه. اذا مجموعه جمله تكتيكيه جميله. مره اخرى نرى من خلال هذه الصور تموقع اللاعبين والممثلون الاربعه، طبعا ممثلون بالتعبير المجازي والفرسان الذين سجلوا الاهداف. انظر كيف تتحرك الكره الى بيلو، ومن ثم يعطي كره جميله لفونا، فونا يسجل هدف. اذا الثلاثي، هذا الثلاثي هو من تحكم في المباراه ومن ازعج دفاع البوركينا فاسو. ولكن الناحيه اليسرى الدفاعيه لبوركينا فاسو كانت ضعيفه، وكوستا لعب على ضعف الناحيه اليسرى من خلال